مداخلتي على المستوى بالمناهج القرآنية وتكامل مصادر المعرفة. ولهذا نحن نحاول مرة ثانية أن نعيد الاعتبار ونبحث في موضوع المعرفة، أن نعيد الاعتبار إلى الاستمداد والأخذ والرجوع إلى الأسس والمصادر المؤسسية للأمة وفي أولويتها القرآن الكريم. ولهذا مداخلتي كل المداخلات السابقة مرت عليها مرة كرام لأننا نتقاطع في هذه الندوة في مجموعة من النقاط الأساسية. ولهذا لعل الهاجس الذي يسكننا جميعا ومن أجله أقيمت هذه الندوات وغيرها من الندوات المعرفة العلمية هو حالة الرفض. كنا نرفض الحالة التي وصلت إليها الأمة من الاندحار والتراجع والتخلف. فكلما رأينا العالم الآخر والثقافة الأخرى إلا ورأينا الهوة الساحقة بيننا وبين هذه الثقافات، ولهذا هذه الحالة نرفض جميعا. ولهذا يحب كل منا من تخصصه الدفع بهذه الأمة مرة ثانية إلى أن تصل إلى ريادتها وهيمنتها على سائر الأمم. ولهذا الدارس والباحث في أسباب تخلف الأمة، لأن لا يمكن أن نعيد الأمة ريادتها وسيادتها وهيمنتها وأستاذتها على العالم إلا بتحديد أسباب ومكامن التخلف والتراجع لإعادة معالجتها من جديد. لعلنا جميعا نشترك ونقر بأن سبب تخلفنا في جوانبه لا يمكن أن نحدد في جانب واحد، لكن في جانبه نجتمع على أن الأمة أزمة فكرية. هذه الأزمة الفكرية أنا أرى أن أسباب ظهور هذه الأزمة هو تخلف الأمة وانقطاعها عن قراءتها للمنهجية القرآنية واستمدادها من الوحي. هذه الأزمة الفكرية إنما مرضها في جانب من جوانبها إلى انحصار مصادر المعرفة لدى الأمة، إذ كان من قوة الأمة الإسلامية وهيمنتها على سائر الأمم تعدد مصادرها المعرفية. إذ كانت المنهج القرآنية والخطاب القرآني يمدنا بتعدد بمصادر متعددة، ولكن نحن أغفلنا هذا التعدد وهذه المصادر، وكان هذا سبب من أسباب المبشرة في تخلف الأمة. إن قلت من قوة الأمة وهيمنتها على سائر الأمم تعدد مصادرها المعرفية، آية آفاق، آية أنفوس، قراءة الوحي، قراءة الكون، العقل كأداة جامعة ونظيمة لكل هذه الأمم. فمن دعم الشهود الحضاري للأمة وقوته وهيمنتها على سائر الأمم تعدد مصادر معرفتها وتنوع قراءتها، قراءة الوحي، قراءة الكون. إذ كلما اقتصرت القراءة على كتاب واحد أو طرف دون آخر إلا تعطل البناء والعمران الحضاري للأمة، وحدث الاختلال والطغيان، فنتج تبعا لذلك حضارة، إما حضارة ذات بعد أحادي مادي تجافي الفطرة الإنسانية، تجافي قراءة الوحي كما هو حاصل الآن في الحضارة الغربية، أو حضارة تهتم بعلوم الوحي وتنسى جانب الكون والعلوم الداخلية كما هو حاصل في تاريخ أمتنا الإسلامية إلى حد كبير. ففي المنهجية القرآنية المعرفية يتكامل من خلالها الوحي والكون والعقل، فينصرف العقل إلى مقصد النظري والتدبري وبناء الإنسان والعمران وتنزيل الأحكام على واقع المكلفين، ويكون الوحي المرشد والمجيب باعتباره المصدر الإلهي الذي يمد المعرفة الإنسانية بحاجتها من شؤون الغيب وغايته الكلية. إذن فالمنهجية القرآنية تقرر أن مصادر المعرفة للأمة مصدرين أساسيين لهما الكون والوحي، ويكون العقل كما قلت هو الأداة العاملة والناظرة فيهما معا. لكن ما الذي وقع في تاريخ أمتنا؟ هو بدأت انفصال قراءتنا وانفكاكها عن المنهجية القرآنية، فبدأت انحرافات معرفية تطال كل من العقل والفكر المسلمين، على اعتبار أن هذه الانحرافات أصبحت مسلمات فوق النقد والتمحيص، فتم تبع لذلك التسليم لها. من هذه الزلات والانحرافات الفكرية والمعرفية التي تشربها العقل المسلم قديما وحالت به عن طريق المعرفة القرآنية الأصيلة، وعملت على تقسيم العلوم إلى علوم
على تقسيم العلوم الى علوم نقليه هي حد علوم الاسلام النافعه، وعلوم عقليه هي علوم الحياه والعلوم الدقيقه. وكان مؤشرا على بدايه تاخر العلوم وانكماشها على ذاتها وانحصار المنهج القراني في زوايا ضيقه القول بالفصل بين النظر في الوحي والتامل في الكون. فنتج عن هذه الزله المعرفيه الكبيره زلات اخرى اهمها القول والدعاء بالفصل بين او التعارض بين العقل والوحي، وبصيغه اخرى ادعاء التعارض بين نتائج الوحي ونتائج العقل. اذا تتبعنا هذه الدعوه وهذا الادعاء وحاولنا دراسته سنقف على انه لا يستند، هذه الدعوه لا تستند الى دليل علمي الا ما كان من اسقاط التجربه الغربيه على الثقافه الاسلاميه. فاذا كان مثل هذه الدعوه ان تنمو وتزرع في الثقافه الغربيه لاسباب نعرفها جميعا، سيطره الكنيسه، احتكار تفسير النصوص الدينيه، الغاء الاجتهاد الا من داخل تصور رجل الدين، فان هذه المبررات لا مسوغ لها في ثقافتنا الاسلاميه. فاداره قضيه العقل عندنا نحن المسلمين لا تعني بتاتا تعارضا بين الوحي والعقل، كما ان لا تعني وجود ثنائيه متعارضه بين عالم الغيب وعالم الشهاده او غيرها من الثنائيات المتضاده، ومن ثم فليس هناك تضاد او تنافر بين العقل والوحي، انما هذه نتجت في الثقافه الغربيه لما انتصر المذهب العقلاني على النقل الكنسي المحرف. لهذا لم يكن لدى المسلمين الاوائل اي هاجس او مبرر للبحث في سلطان العقل او سلطان الوحي او ايهما اولى بالتقديم، ان نقدم العقل او نقدم النقل. فثنائيه العقل والوحي لم تكن مطروحه عند سلف الامه كغيرها من الثنائيات الداخله على الثقافه الاسلاميه الاصيله، اذ ليس بالامكان العثور على مساحه فاصله سواء في خطاباتهم او في افعالهم بين مقاصد الوحي ومقاصد العقل. لقد نمت هذه الثنائيه في غفله عن خصائص ومن خصائص الرساله الخاتمه التي لا يمكن معها ابدا تصور قطيعه بين العقل والوحي، لان خصائص هذه الرساله الخاتمه تؤكد على اتصال العقل بالنقل والنص بالراي، ولا معنى لوجود انفصال بينهما، فالتعارض طارئ وليس اصيل في ثقافتنا الاسلاميه. فالمقابله بين العقل والوحي في حقيقه الامر هي اثر من اثار الثنائيات المتناقضه التي ميزت المسيره الفكريه للحضاره الغربيه، حيث طارت العقلانيه على النقل المحرف. هذا الفصل او هذا الادعاء بين العقل والنقل انما انتقل الى ثقافتنا عبر مسلمات، اولها هو احتكاك او تاثر الفكر في دقيقه. تأثر الفكر الإسلامي بالثقافة بالفلسفة اليونانية، وكانت هناك مجموعة من المدارس اللاهوتية في العراق إلى غيرها هي التي بشرت بمثل هذه الدعاوى التي لا تستند إلى دليل في ثقافتنا الإسلامية. كما أن من أهم الأسباب في تقرير هذه المصنفات هذا الإدعاء في مصنفاتنا العلمية هو القول بالتجربة العقل. ولهذا إذا بحثنا في تعريف الجوهر العقل فنجد يقول العقل جوهر، وواضح أن القول بجوهرة العقل داخل على الثقافة الإسلامية. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: أما المتفلسفة ففي تعريفهم للعقل أنه جوهر فهذا أمر فاسد وفاسد لا يصل وليس له ارتباط بثقافتنا الإسلامية. في خلاصة كل ما أود أن أصل إليه في نتائج: أولا، اعتبار الوحي، أننا إذا اعتبرنا الوحي المصدر إليه مصدر المعرفة فهذا لا يلغي أبدا دور العقل الإنساني وخبراته وتجاربه كما لا يعقل دور إدراك الإنسان. ثانيا، المقابلة بين العقل والوحي هي أثر من أثار التناقضات المتناقضة التي ميزت المسيرة الفكرية للحضارة الغربية. ثالثا، ادعاء التعارض بين العقل والوحي إنما هو ادعاء طارئ وليس أصيلا في ثقافتنا الإسلامية. رابعا واخيرا، يستحيل ان تقوم حضاره انسانيه تخاصم الكون وتجلى فاتحه او تخاصم الانسان وتجافي فطرته. السلام عليكم ورحمه الله.